وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات. نرحب بسعادتكم في نشرة الثالثة، وما هي أبرز مضامين إصداركم الجديد؟ كما نود أن نعلم ما هي أهميته لمملكة البحرين. مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس لسيد صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تشرف مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة بترشين كتاب أول للرؤى سلمان برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله. كتاب أول للرؤى سلمان يوثق في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رؤى ومبادرات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء حفظه الله، ويرصد دور وإسهامات سموه الرائدة والنوعية في صياغة حاضر ومستقبل البحرين. هذا الإصدار القيم الذي عمل على إعداده نخبة من فريق مركز الدراسات يتخطى حدود الرصد والتوثيق المعهود إلى تقديم رسالة شاملة لقيادة الملهمة المتمثلة بسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه. لعل ما يميز هذا الكتاب أنه توقف بالبحث والتحليل عند محطات رئيسية تفصح عن رؤى عظيمة في تاريخ مملكة البحرين الحديث، ولعل من أهمها هي رؤية تفعيل ميثاق العمل الوطني التي كلف سمو ولي العهد آنذاك عام 2001 بترأس هذه اللجنة تكليفا من عاهل بلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وما نشهده اليوم من منجزات ملموسة في مملكة البحرين في التنمية البشرية والاقتصادية والسياسية والحضرية وغيرها من المنجزات النوعية في المملكة ما هي إلا ثمار قطفتها البحرين من خلال ترأس سموه لهذه اللجنة، من خلال رؤى سموه في تحقيق تطلعات صاحب الجلالة وملامسها اليوم على أرض الواقع. كل مواطن ومقيم على أرض مملكة البحرين اليوم يلمس هذه الثمار من خلال رؤى وتطلعات سموه التي حاولنا في مركز الدراسات أن نوثقها بقدر المستطاع، ونفخر في مركز الدراسات بمشاركتنا المتواضعة في المساهمة وفي وضع لبنة في صرح هذا المشروع الحضاري الكبير الذي يؤرخ لمرحلة مهمة في تاريخ البحرين الحديث، ويؤطر لحقيقة ثابتة لصاحب السيرة والمسيرة مفادها أن لا سقف للتطلعات ولا حدود للإنجازات. وأتشرف بهذه المناسبة أن أرفع أسمايات الشكر والامتنان لمقام سيدي حضرة صاحب الجلالة عاهل بلاد المفدى على ما يوليه جلالته من اهتمام بالغ ورعاية سامية للبحث العلمي، وكذلك التوجيه والدعم المستمر لدن سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. نعم سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، شكرا جزيلا لك.